السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيب أم عبد الله، فيديو جديد، مرحبا بكم معايا. عندي فيديو كيك سهل مهل، خليكم معايا نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير مع بعض. أول شيء غنبداو به إن شاء الله هو البيض. زوج البيضات بدرجة حرارة المطبخ متوسطي الحجم، غادي نضيفهم في الإناء ديال العمل أو سلاديير، وغادي نضيف ليهم واحد ساشي ديال سكر الفانيليا. بالنسبه اللي عنده السائل يمكن ليه يضيفه. غنضيف قبصه ديال الملح، وغنضيف كذلك واحد كاس الا ربع ديال السكر سنيده. بالنسبه هنا للكيك ما كنتش صراحه غنصور حتى الاخير لحظه، وقلت يلا نصور وصورت لكم، قلت بارطاجيه معكم، يعني نشارك معكم هذه الوصفه لانها رائعه. كيف قلنا غادي نطفي بالمقادير مع بعضها جيدا، وغادي نضيف لها مباشرة كأس إلى ربع ديال زيت المائدة، وغنستمر في التضريب. كيشتو كنضرب فقط بالشوكة، يعني كيك غادي يطلع رائع بدون ضراب بدون فوي بدون أي شيء، غادي يطلع معكم هائل. يمكن لكم ديرو حتى في الخلاط الكهربائي إلا بغيتو ديروه. كي قلت لك نضرب جيدا، نزيد كأس إلى ربع ديال الزيت نضربو كذلك، وغادي ندوز مباشره بعد الزيت. غادي نضيف واحد كاس ديال العنبه اللي غنعبر معكم ديال القهوه سريعه الذوبان. عندي ملعقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان، انا استعملت نسكافي جولد. بالنسبه اللي عنده اي نوع ديال النسكافي استعملوا ملعقه سريعه الذوبان ديال القهوه، نديرها في الماء يكون طايب من قبل ونخليها تدفى عاد باش نديرها، يعني نوجدها قبل ما نوجد الكيكه ونخليها تدفى عاد باش نصبها على البيض ديالي باش ما طيبش ليا البيض. بدون سكر، هاد القهوه محضره بدون سكر. بالنسبه اللي بغى يدير القهوه اللي كطيب الاخرى يمكن ليه يديرها، يطيب ويدير نفس الكميه كاس ديال القهوه طيبه، ما تكونش معصره باش ما تكونش قاسحه. غادي ندير هذاك الكاس كي قلت لكم ديال القهوه، وغادي نضيف واحد ملعقه صغيره ديال القرفه. هذا هو سر الكيكه ديالنا ديال اليوم، اختلافها بهذا المكون هذا اللي كيعطيها واحد اللذه رائعه ومختلفه على كل الكيكات. ملعقه صغيره ديال القرفه، القرفه كنعرفوا كلنا الفوائد ديالها، فيها عده فيتامينات وفوائد للصحه عديده. كنضيف ملعقه ديال القرفه وكنخلط الكل جيدا، وكنضيف كذلك واحد كيس ديال الكاكاو مور، كيس كاكاو مور فئه 8 غرام، 7.5 كنظن، 7.5. كنضيفو وكنبدا من بعد نضيف الدقيق ديالي اللي كنغربلو اكيد. غادي نضيف جوج ديال الكيسان، عاد حمل معايا هاد الكيك الكاس الاول، وغنضيف الكاس الثاني ديال العنبه. جوج الكؤوس ديال العنبه فقط كافيين، غيعطيوني قوام رائع باش تجيني الكيكه ديالي خفيفه وهشيشه. غنضرب الكل جيدا، ما خاصش الدقيق ديالنا يبقى فيه ابدا شي حبيبات او اي شيء. وغنضيف جوج ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلويات كاخر شيء قبل ما نكمل التطريب ديال الكيكه ديالي اللي قلنا كنطربوها فقط بالشوكه. من بعد ما كنكملو غادي نوجد واحد المول، المول اختاروا المول اللي بغيتو، وانا اختاريت هذا المول بهذا الشكل الطويل باش نبدل هذاك المول الدائري دائما. غندهنو بالزبده ونرشو الدقيق، اللي ما عندوش الزبده يمكن ليه يدهن بالزيت ورش بالدقيق. غادي نصب الكيك ديالي، نرفع يدي جيدا ونصب الكيك ديالي في المول ديالي. نشعل الفرن كيف ما تعودتو عليا كيدفى فقط، ماشي سخون، يدفى. وكندخل الكيك ديالي، كنعيدها يدفى وندخل الكيك ديالي على درجه 180. انا بالنسبه لي مني طليت من الزاج لقيت الكيك ديالي طلع غادي طالع، فنقصت عليه عطيتو 160 باش طيب ليا جيدا، لان ما نساوش فيها الماء خاصها طيب من الداخل مزيان، نقصت عليه وخليتها طيب. وان شاء الله من بعد ما غادي طيب غادي نخرجها وغادي نزينها. بالنسبه اللي ما كيبانش ليه الفرن ديالو عنده فرن ديال الطار عادي، فحاول الفرن ديالك ملي تدخل الكيك ديالك تخليها واحد ربع ساعه، رجع نقص شي شويه، يعني ما تخليش مجهد بزاف. اولا من الافضل ديرو حراره متوسطه في الاول وصافي وخليوها، مهم باش طيب لكم الكيك ديالك من الداخل.
بالنسبه للفرن ديالي كان لازم نقص شويه باش طيب ليا من الداخل جيدا. بعد ما خرجتها زينتها ونقدمها لكم بالصحه والراحه والعافيه ان شاء الله، ديوها لوليداتكم غادي يفرحوا بها. زينتها بهذه الطريقه بالسكر كلاسي والقرفه، كتجي هائله رائعه، شيشه قطنيه ما نقول لكمش عليها. كنستودعكم الله، كنشكركم على حسن المتابعه، ديروا لايك الفيديو، بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء، فيديو خفيف ظريف، نتمنى كذلك يكون على قلوبكم. مع الف سلامه، الى اللقاء، تحياتي.